اهلا بكم اعزائي الشباب في كل مكان وحلقه جديده وبرنامجكم شباب على الهواء. الجمعه 25 من اغسطس دايما بنحب نقدم لكم ابتكارات مختلفه من الشباب، والجميل ان الشباب المصري كله حماس، ولو في معوقات في طريقه وهو بيحاول يتخطى هذه المعوقات ويبتدي بابداعه ان هو يبتكر طرق مختلفه او يستفيد من خبرات قديمه بان هو يبدا طريقه ومشوار كفاحه وعمله، مش بينتظر الوظيفه زي ما البعض بيعمل. حلقة النهاردة تكون حلقة متميزة ومختلفة، معانا شباب قدروا ان هم يثروا الحياة من خلال الحرف اليدوية، واحنا بنقول ان الحرف اليدوية هي رمز الهوية المصرية، كلها ثراء وكلها ابداعات. النول كلنا عارفينه ازاي كان بيستعمل لانتاج منسوجات متنوعة ومختلفة، سواء كانت سجاجيد او كليمات او اي حاجة من الانسجة، وطبعا النسيج المصري معروف. شاب من الشباب قدر ان هو يستعمل النول، كمان عجينه السيراميك ازاي ممكن يبقى منها تحف فنيه ابداعيه، ديكورات مختلفه متميزه من التراث المصري والهويه المصريه، كل ده هنشوفه النهارده في حلقتنا. ديكور وايضا يعود مره اخرى للصناعه عريقه هي صناعه النول، واللي بتقدم اجود النسيج المصري واجود انواع الاقمشه المصريه اللي معروفه في العالم كله، مش بس النول لكن النسيج عامه. لكن النول في حد ذاته هي صناعه عريقه قديمه، لما الشباب يتجه ليه اكيد ده شيء مميز، وده اللي هنعرفه بعد ما نرحب بضيوفنا. محمد المفتي فنان تشكيلي، اهلا بيك، وطبعا انت برعت في النول وفي التصوير، صح؟ صح، اهلا بيك يا محمد. معنا كمان انجي ناصر، مصممه لعجينه السيراميك. اهلا يا انجي، ازيك؟ اولا طبعا الاستوديو فيه قطع فنيه جميله جدا، هعرف خدت منكم وقت قد ايه وهعرف اتجهتوا كده ازاي بعد ما نبتدي بقى حوارنا معاكم. الاول هبتدي بيك يا محمد، انت دراستك ايه؟ تربيه فنيه جامعه الازهر. تمام، يعني انت اصلا دراستك تربيه فنيه، لكن الموهبه اكتشفتها امتى؟ من الطفوله. طفوله قد ايه تفتكر؟ يعني كنت برسم في ابتدائي في المعهد، وكان ابويا بيجيب لي الوان وكده. كنت معهد الازهري. تمام، كان بيجيب لك الوان وكنت بترسم. لكن النول بقى، النول ده في بدايه الكليه، كنت في سنه اولى اتعلمت، كانت ماده من مواد الكليه فتعلمتها في الكليه. اتعلمت خدتها، يعني انت درستها بس استهوتك. جميل جدا. عجينه السيراميك، ازاي لقيتي نفسك في عجينه السيراميك؟ يعني الاول عرفي، عايزين نعرف الناس ايه عجينه السيراميك، وهل هي سهله التشكيل ولا لا؟ عجينه السيراميك دي انا بعتبرها بالنسبه لي عجينه سحريه، اقدر اعمل منها اللي انا عايزاه والشكل اللي انا عايزاه، وكمان 3D. جميل جدا، يا ثلاثيه الابعاد. زي الرسمات اللي موجوده. تمام. بس فهي عجينه سهله وصعبه في نفس الوقت، يعني لان هي لينه وبتنشف بسرعه لو اتثبت في الهواء، فلازم الشغل يكون بيها بسرعه. انجي دراستك ايه؟ بكالوريوس تجاره واداره اعمال، يعني مجال بعيد جداً. مش زي محمد، صح؟ لا. طيب اكتشفتي الموهبه الفنيه عندك امتى؟ لا، هو انا من زمان جدا انا برسم وكده، بس دخلت في مجال الهاند ميد. بدات الاول بالعرايس القماش، بعدين لا ما حسيتش قوي نفسي فيها، بدات بقى اشوف فنانين اجانب بيشتغلوا بعجينه السيراميك، حبيتها بدات ادخل فيها لحد ما اتعلمتها من الاجانب برضو واجرب. يعني استعملتي مواقع التواصل الاجتماعي عشان لا بس بشوف، يعني تغذيه بصريه مش اكتر، واجرب واعمل لحد ما وصلت للتقنيات اللي انا شغاله بيها. انا شايفه قطعه رائعه بصراحه. ميرسي، ربنا يكرمك. يعني طب عرفيني، يعني عرفيني على القطعه دي، يعني في واحده على الشاشه كده، يعني ميكي ده مجسم عيد ميلاد. بيتحط فيه شمعه عيد الميلاد ورقم الطفل واسم الطفل بالشخصيه الكرتونيه اللي هو حاببها. يعني بتطلب منك في عيد الميلاد بالطلب. طبعا شخصيه ميكي كل الاطفال عارفينها وبيحبوها، كيكتوبر فوق التورته كده بالشمعه بتاعته. جميل جدا. ايه تاني يا عمي؟ في بقى العروسه الكب كيك دي بطعم الفراوله. عامله لها ستايل كده بالفستان، وايديها ورجليها متحركين لكن مش منفصله. بعدين القلب الزغنن الحزين ده ديكور، يعني جميل. والخروف ده كوليكشن بيبقى عيد بنزله، مثلا بيبقى فيه كوليكشن بنحط جواه ملابس. اه طبعا، طبعا. الاطفال بيدخل على البوم السعاده. والورده دي ديكور بيتحط مثلا في النيش بتاع العروسه او كده، حاجات زي تحف فنيه تحط. جميل جدا. طيب هرجع تاني لمحمد، وطبعا فضيله الشيخ الشعراوي الصوره واضحه جدا وجميله، يعني ما شاء الله. ده بس انت ابيض واسود، يعني رصاص. رصاص، بتستعمل الرصاص فقط؟ خامه الرصاص بس. خدت منك وقت قد ايه؟ 4 ساعات.
أربع ساعات بس مش متواصلين يعني مترتاح شوية فترة راحة من الأربع ساعات. طيب والصورة الثانية دي ليها كونوتيشن معين يعني ليها رمزية أو حاجة؟ يعني حزينة سنة بس حزينة سنة وبتمثل الصمت مثلا؟ تمام صح؟ تمام. طيب هتكلمني عن النول بقى. يعني امتى عملت شكل متكامل على النول؟ أول مرة هي ده أول مرة دي سنة أول مرة تعمل شكل متكامل على النول؟ دي أول تجربة. دي تجربة جميلة خدت منك وقت قد إيه؟ لا يعني دي انت بتعد مش بالساعات بالشهور يعني شهور طول شهور مش مشكله ما هي اول مره تمام. طيب والنول بياخد وقت لكن ايه اللي خلاك رغم ان انت يعني بتبدع في التصوير او الرسم بالرصاص ايه اللي خلاك ان انت تتجه للنول؟ هو في مجالات الكليه مجالات كتير ف بتوسع فيها يعني بحاول ان انا اوسع من مجالاتي مش رسم بس ادخل معادن حاجات مختلفه مش رسم بس يعني عايز تبقى الحاجات متنوعه يعني فنون متنوعه انا مش هبقى برسم بس يعني اللي هو كل المجالات شغال فيها. واخترت الدولفين ليه تبقى اول تجربه ليك؟ هو عشان كان الالوان الوان ساده فكل ما بتزيد الالوان بيكون في صعوبه في الشغل لكن لو حاجه الوانها كتير هتبقى اصعب بتاخد وقت اكتر وصعوبه في كل شويه اقطع الفتله والحمها تاني وكده. ناوي تعمل ايه الشكل الجديد عن النول بعد كده؟ وانا عملت صوره ليا في سنه ثانيه اللي هي السنه اللي فاتت دي كانت بالون اكتر وكانت مساحه اكبر من دي. تمام جميل جدا. يعني انت بتشتغلي؟ لا هو ده شغلك؟ هو ده شغلي مشروع؟ لكن الشغل بره الفن اخصائيه تخاطب حاليا. جميل جدا ده فن برضو على فكره. طيب واخصائيه التخاطب ده مع الاطفال؟ بديهم هدايا بقى بديهم هدايا من شغلي. ايه رد فعله؟ بيكونوا مبسوطين جدا ده ممكن يكون تحفيزي ان هم جدا بيبقوا مستنيين الهديه طبعا لان الهدايا دي مش بتتباع في المحلات الهدايا دي بتتعمل انا اللي بعملها حتى لو رحت لاي فنان تاني مش هيطلع بنفس التصميم لان كل ايد فنان وليها يعني بصمتها اكيد فبتعملوا لهم جوائز من من ايدك من صنع ايدك وده بيحفزهم زي ما بقول جدا جدا. تمام. طيب مين شجعك من الاسره من زمايلك مين قدوتك؟ مامتي وبابايا. تبداي بده باباكي فنان؟ مامتي وبابايا لا بيحبوا شغلي قوي قوي يعني وعلى طول لما اعمل قطعه لازم يشوفوها. لكن مفيش حد في الاسره نهج الفن قبل كده؟ ممكن مامتي بتعمل حاجات بترسم. لا بترسم بترسم جميل جدا وده مش بيأثر على شغلك يعني بتعرفي لا لا اصل دي هوايه يعني لما بتشتغليها بتحسي ان انت بقى في عالم خاص بقى ليكي يعني بتشتغلي الحاجه بحب وشغف فبتطلع بالصوره الجميله اللي انت شايفاها. اكتر حاجه خليتك يعني خدت منك وقت؟ اكتر حاجه العروسه دي. عروسه متحركه بمفصلات كلها من عجينه السيراميك متحركه ايديها معصمها زي كان بالظبط حتى راسها بتتحرك يمين شمال بتقعد. طب ده انت احتجتي حاجات تانية غير عجينه السيراميك بس؟ لا ما احتجتش اي حاجه يعني هي عجينه السيراميك مصممه ان هي عجينه السيراميك ان انا اطلع منها كلها تبقى مصنعه منها متحركه هي لوحدها لا انا عملت لها مفصلات. انت عاملاها مفصلات بس؟ تمام. فبتحرك دراعها يمين شمال تقول لك باي باي تقعد تقف كده. خدت منك وقت قد ايه؟ متهيألي خدت شهر ونص لان كنا اول مره اصمم التقنيه دي. دي اطول مده عملتي فيها حاجه ولا في حاجات خدت وقت اطول؟ مدة. انا شايفه كمان عرايس جميله جنبك وريني كده كب كيك شوكولاته بقى يعني هنا في فراوله هنا شوكولاته. حبيت ازينها بالفستان الازرق ده مع لون عينيها. لون جميل جميل. ودي برضو بتبقى في العيد برضو بنحط فيها العيديه ونربطها ونديها للاطفال بقى كده بيفرحوا بيها منها ياخدوا العيديه وكمان الحاجات دي برضو تنفع للسبوع وتنفع لل بس بيكون في بقى كروت الافراح وكده صح؟ بتعملي؟ هتكلم عن هل فكرت يا محمد ان انت تدخل معارض بالصور الجميله دي؟ يعني الصوره دي جميله قوي وفيها ابعاد زي ما انجي قالت ان هي عندها ابعاد انت عامل هنا ابعاد برضو. دي كانت رسم لايف في الكليه. ده رسم لايف في الكليه كان زي مشروع مثلا تخرج او كده؟ لا كان مشروع مشاريع اللي هي تدريبات. واخدت درجه ايه؟
والله امتياز يعني اللي هو كان في التسعين كده. هي تستاهل، هي جميلة. طب هل انت ده من وحي خيالك ولا انت بتروح مكان تشوف وتقعد ترسم زي ما كنا بنشوف زمان؟ ما هو ده كان في كلية، في مكان في كلية. يعني ده مكان في كلية؟ ده موجود في كلية حاليا. ندخل ونرسم مجموعة كده طلبة وبنرسم فيها الحاجات زي كده. جميل جدا. طيب والصورة دي؟ دي رسم بالون خشب، يعني عجبتني الالوان وتدريج الالوان فيها، حبيت ان انا اجرب الالوان فيها اللي هو كان اول. هل هي مراحل الألوان؟ يعني هل انت ابتديت الرسم بالرصاص دي كانت مرحله وبعدين ولا كله مع بعض وعادي؟ اول حاجه كان بالرصاص اللي هو كان ما عنديش خامات كتير، فبدات اول حاجه بالقلم رصاص وقلم اسود. ما كانش فيه فحم وكده معايا، متوفر معايا خامات، استخدمت الفحم القلم الاسود بديل الفحم يعني. تمام. وبعد كده ابتديت بقى تلون، تستعمل الالوان. دي برضو تاني تجربه، اول تجربه بالالوان. ده موجود ولا من وحي خيالك؟ لا موجود. موجود، الصوره موجوده. تمام. طيب جنبك ده الوان ولا ده قص ولزق؟ انا مش شايفه. ده الوان خشب وده حبر. انت عامل خلفيه بلاك فمنطقه الصوره. ايوه عاملها بالحبر عشان يعني معانا كمان اهو حاجات من ابداعاتك. انت عامل ابداعات جميله جدا. تفتكر ايه اكتر حاجه خدت منك وقت؟ هو ده النول اكتر حاجه. لكن انت الصوره دي مثلا خدت منك وقت قد ايه؟ لا دي رسمتها على فترات طويله لان انا مش كنت يعني كان في الشغف مش كان موجود شويه يعني. كان برسم فيها كل فتره. طب ايه اللي رسمته في وقت قليل قوي؟ دي يعني ديت كانت خدت وقت قد ايه؟ رسمتها في الكليه في يوم. يوم كامل. بس صوره الشيخ الشعراوي خدت 4 ساعات صح؟ اربع يعني ساعات اللي هو رصاص. عشان رصاص. اما الالوان فيها تدريب الوان. تشارك في معارض؟ ايه؟ تشارك في معارض؟ والله ما كانش فيه فرصه ان انا اشارك، يعني مش باجي القاهره كتير فمعرفش طريق المعارض والحاجات دي. انت منين؟ شرقيه. طب وهي الشرقيه ما فيهاش معارض فنيه؟ ما فيش مكان معارض فنيه؟ لا ما فيش. طب تبنى انت الفكره؟ ما اعرفش يعني. تبنى انت الفكره وانت خاصه كليه تربيه فنيه، ممكن يبقى معاك زمايل كتير بيعملوا واعملوا معرض مشترك، اعملوه هنا في القاهره، اعملوه في الشرقيه. يعني جرب، لان اكيد المعارض دي هتحفزك بعد كده وهتشوف ردود الفعل لما بتاخد الفيدباك وتلاقي الناس متجاوبه جدا، وخاصه ان انت عامل حاجات جميله، ده هيشجعك اكتر. وانت من النوع اللي نفسيا بتتاثر، لان قلت لي لما بتبقى نفسيا بتاخد وقت اطول صح؟ اللي هو ما فيش نفس للرسم فبتطول الموضوع. بيطول المعارض هتفتح نفسك، بس انت ابتدي اعمل معارض. وبالنسبه لك يا انجي، ما فكرتيش تعرضي شغلك ده على المعارض ولا كلكم بتستعملوا السوشيال ميديا؟ لا السوشيال ميديا طبعا عامل مهم وفعال. اكيد استعملتي. بس بننزل يعني. والكلاينتس بيقول لك من السوشيال ميديا يعني لحق. عايز حاجه بيبقى من السوشيال ميديا. طبعا. وفي ناس يعني معايا من سنين بقى يعني خلاص بقى هداياهم لازم من عندي. كلهم من مصر؟ لا في من بره برضه. من بره بتشحن لهم بقى ولا بتعمل ايه؟ الامارات. الامارات وقطر والسعوديه. دول عربيه. جميل والله. يعني انت عملتي؟ لاني بعمل كمان مجسمات شبه اصحابها. بيبعتوا الصور ويبقى المجسم نفس الاوتفيت بتاعه ونفس الشكل بتاعه بس انمي بقى. وهم عرفوكي عن طريق السوشيال ميديا. وانت حاسه ان ده مجزي؟ يعني ممكن يبقى مشروع حياه بعد كده ولا مجرد؟ هو مش موضوع ان هو مشروع حياه، هو مشروع هوايه وانا مستمتعه وانا بشتغل. ما هو بس ممكن الهوايه دي ربح مادي. يعني هي مجديه يعني. طب كويس، يعني حاجه بتحبيها بتعمليها وفي نفس الوقت مجديه. مين واقف جنبك يا محمد او مين شجعك ان انت تعمل ده؟ هل بحكم دراستك بس ولا حد من الاسره كان بيشجع؟ اهلي دايما بيشجعوني ويجيبوا لي الادوات اللي محتاجها، اي حاجه محتاجها بيجيبوها لي. وبرضو على ما بنزل منشورات الرسم على الفيس وكده فبيبقى في دعم وكده. السوشيال ميديا اضاف لك ايه؟ يعني كنت بتنشر صورك عن طريق السوشيال ميديا، ناس بتشوفها، ناس بتطلب منك ان انت تعمل لهم شغل، الكلام ده حصل؟ بيحصل. والواحد لما بينزل شغله ويلاقي عليه ناس عاجباه يعني عاجباه الشغل فالواحد بيحب ان هو يشتغل اكتر. وايه الصعوبات اللي ممكن تواجهك عشان تطلع صوره كويسه؟ هل الماتيريال؟ هل الوقت؟ هل مودك زي ما انت قلت مثلا؟ المود والخامات مثلا. الخامات. وبالنسبه لك عجينه السيراميك متوفره؟ متوفره لان انا اللي بعملها. انت اللي بتعمليها؟ بعملها بنفسي في البيت وبعدين ابدا اشكلها بقى.
بس هو فعلا المود والوقت، هو المود والوقت هم دول العقل. لما يكون ما فيش مود ان انا اشتغل ما بقدرش. هو الفنان كده، هو بيشتغل بانسبيريشن، لازم يبقى عنده الدافع والاحساس الجميل، لازم يكون عنده قابليه ان هو يشتغل ومتحمس جدا للشغل. او في فتره اللي هي الارت بلوك دي. لا ما طب انت قولي لي، انت اللي بتعملي عجينه السيراميك، ايه المكونات بتاعتها؟ المكونات بتاعتها غيره ونشا وفازلين وكريم وجليسرين، كل الحاجات دي. في بقى منها بارد، يعني عجينه بارده، وعجينه على السخن. انا بعملها على السخن، بفضلها اكتر. بعمل كل ده واخلطه في الطاسه وعلى النار، وابدا لحد ما توصل لدرجه معينه من الليونه بتاعتها، وبعدين هنا بوقف، ببدا اعجن انا بايدي، وابدا الون العجين او اسيبه نفس اللون زي ما هو، وابدا بقى لما اجي اشتغل. ايه اللي عندك هنا نفس اللون؟ طيب في حاجه جاهزه نفس لون السيراميك ما لونتهاش؟ لا ما. طب بيبقى لونها ايه؟ متهيألي بيبقى لون الرجل بتاع رابنزل ووشها. بس هو ده اللون بتاعها. ده اللون الاساسي بتاعها. تمام. بعد كده الباقي ده كله الوان اضافات انا اللي بضيفها. ايه الالوان بقى؟ ايه الالوان، نوع الالوان اللي بتستعمليها للسيراميك ايه؟ هو فيه ليها الوان كتير جدا، يعني في زيت، الوان زيت بتثبت فيه، وباستيل، وفي بقى الوان من المتاجر اللي هي بتاعت البناء. يعني ميكي ماوس الاحمر ده ايه؟ لا كل شغلي الوان زيت. الوان زيت واللي بيلمع ده الالوان، ولا هي عجينه السيراميك بيبقى فيها لمعه كده؟ لا هي ما هي بتبقى مطفيه، بس انا بديها ملمع، سبراي ملمع كده، سبراي ملمع عشان يحافظ على الشكل من التراب ويخليه على طول براونك حلو كده. شكلها جميل فعلا. طيب ما فكرتيش تدربي حد على الموهبه دي؟ يعني والله كتير قالوا لي ونفسي اعمل الخطوه دي، بس المشكله في الوقت فعلا، يعني مفيش وقت. مفيش وقت تدربي حد. بس لازم، يعني هتحسي بسعاده تانية ان في ناس بيطلعوا على ايدك، يعني يعني انا نفسي فعلا. وبالنسبه لك فكرت تدرب حد؟ في حد قال لك علمي الرسم او كده؟ في كتير، بس الوقت بتاع الكليه مش بيسمح ان انا اعلم. هتخلص امتى؟ كمان سنتين. يا فاضل لك سنتين، انت في تانية. انا في تانية، دخلت ثالثه وفضل رابعه. تمام. طب ما هو في اجازه الصيف ممكن تدرب فيها. ما هو حوار شغل وكده، فالموضوع التدريب ده بيحتاج ان انا اعمل مكان وكده. ف ما عندكش اخ صغير او اخت صغيره؟ عندي، بس ما لهمش اتجاه ناحيه الفن وكده. مش عايزين يتعلموا، يعني مش بيحبوا ال، وحتى ممكن يطلبوا وبعد كده تيجي تقعد معاهم بيملوا. اصلا الرسم بيحتاج صبر ان انت تتعلم، هتيجي تمل مش هتعلم اي حاجه. انت عندك حد موهوب في الاسره ولا انت اول واحد؟ هو ابويا بيرسم. رسام؟ بيرسم كده، رسام وخطاطه يعني. لكن انت الوحيد اللي ورثت منه الموهبه؟ انا الوحيد. اخواتك؟ لا اخواتي متعلم، يعني مش عندهم الشغف ناحيه الحاجه دي. طب هل في وقت ان انت تمارس رياضه، ولا انت كل ميولك الفنيه بس؟ لا بروح الجيم بالليل كده، يعني حاجه زي كده. رياضه بالنسبه لك ايه وضعها؟ طبعا يعني لازم. بتلعبي ايه؟ لا بلعب في البيت، ما بقدرش اخرج لان مفيش وقت. تمام. طيب لو فكرتوا بقى، يعني ان الاسره مثلا، دور الاسره ايه معاكم؟ لا بصراحه بيدعمونا، يعني ماما وبابا واخواتي. يعني ايه نوع الدعم؟ اكبر دعم، يعني على طول لازم اخد رايهم في القطعه بعد ما تخلص، ليهم ارائهم باخد بيها دايما، على طول بيدعموني. انت بتعملي يعني مين اللي رايه بيخليه يتغيري اتجاهك وانت بتعملي التحفه او بتعملي العمل الفني؟ هل بتاخدي رايهم اعمل ده كذا، ولا انت بتعمليه وتوريهم؟ لا بعمل، بس بوريهم في الاخر. في الاخر بس بعد كده باخد رأيها. لا باخد رايهم بقى بعد ما تخلص القطعه، بعرف ان انا مثلا بعد كده ممكن اعدل حاجه، اخلي بالي من حاجه كده. تمام. جميل. مامتي واخويا اكتر اثنين. طيب القطع دي حد بيطلبها منك، ولا انت الافكار بتجيلك؟ وبتجيلك ازاي يعني؟ لا ايه اللي بيحيلك الفكره؟ الافكار بتجيلي، بس في قطع مخصوصه العميل هو اللي بيطلب. زي ايه؟ يعني زي ميكي. ميكي حد طلب؟ لا ده انا عامله البنوتي، هي اللي طلبته. هي بتحب ميكي، فانت عملتي ميكي جدا، فانا عملته ده كله على ذوقي انا. فالعميل بنوتك حاسه ان عندها نفس الموهبه، بتقعد تتفرج وبتعمل معاكي؟ بتاخد طبعا، بتاخد عليها. بتحاولي تعلميها؟ العب يا ماما. طلبت ايه تاني غير ميكي ماوس؟ لا هي بتحب كل القطع وبتلعب. انت دراستك مش فنيه، ما حاولتيش ان انت تقري بقى عن عجينه السيراميك، عن المودلز اللي ممكن تتقدم؟ يعني ما حاولتيش تدمجي ده بدراسه، ولا انت شايفه ان انت مش محتاجه ده؟ لا طبعا بقرا وبشوف، عشان الفن ده مش منتشر هنا في مصر قوي، اغلبيته اجانب مكسيك وكده، فبتابعهم هم اكتر. وبتابع الشغل وايه اكتر الصيحات اللي نازله في المودلز بتاعه الشغل. الشغل ده مكسيكي اكتر؟ مكسيكي. في حد موديل قدامك قدوه؟ في فنانين كتير بصراحه.
بس هم يعني عمالقة بقى في الفن ده. جميل جدا. وبالنسبة لك بقى انت دي دراستك فانت مش محتاج تسقلها، لكن هل في قدوة يعني فنان تشكيلي انت حطه قدامك، او في مجموعة فنانين بتحب تتفرج عليهم تقرأ عنهم؟ لا، هو انا برسم بالفطره، يعني مش متابع فنانين او كده خالص. ما تابعتش فنانين تشكيليين عمرك؟ لا. ولا قريت عن الفن التشكيلي غير الدراسات يعني؟ لا، غير الدراسه ما قريتش الوقت. ما عنديش فضول للحته دي. انا برسم بالفطره وكده، وبشوف مثلا ممكن اشوف خامه معينه احب ان انا اجربها او كده. اما فنانين وكده ممكن بجرب تجارب كده، مش بتابع فنان وامشي على النهج بتاعه. طب انت والدك فنان، هل بتاخد رايه اثناء يعني عمل اللوحه؟ دايما باخد رايه في ولا بعد زي ما انجي قالت بعد ما بيخلص خالص بتاخد رايه وبتعدل بعد كده؟ دايما باخد رايه، وممكن اخد راي فنانين معايا في الرسومات وكده، لو فيها اي حاجه بعدلها. ودايما باخد راي الناس بعد ما بتخلص، او ممكن بس بعد ما بتخلص بالنسبه لي مش بعدل، يعني بحب ان انا اسال قبل ما اخلصها. انا خلصت بعد ان هي كده خلاص. ايه الرساله اللي حابب تقدمها من الاعمال الفنيه اللي انت بتقدمها؟ ايه الرساله اللي تحب تقولها، او لو حد هياخد نفس الطريق تنصحه بايه؟ انصحه ان هو ما يملش، ان هو الموضوع بيحتاج صبر شديد وشغف، ان هو يكون حابب الحاجه دي. لو مش حاببها مش هيكمل فيها. وانت حصل لك قبل كده ان انت مليت وانت بترسم صوره، حسيت ان انت زهقت وسبتها ما بديش نفسي الفرصه دي؟ بتعمل ايه؟ بريح شويه وبعد كده ارجع اكمل. اصل ظهر الواحد بيجوع، فباخد بريك وبعد كده ارجع اكمل تاني عشان ما يملش. بالنسبه لك بيحصل ملل وانت بتعملي، ولا بتبقي يعني في سسبنس؟ بتبقي حسب ايه؟ لا، بحس كل قطعه عليها يعني متعتها وتعبها وشغلها وفرحتي بيها بعد ما تخلص بقى. يعني بتبقي فرحانه بالقطع وبتصوري القطع؟ بتعملي دوكيومنتري ده؟ طبعا بعمل فيديوهات وصور. فيديوهات وبتنزليها؟ وعندي طبعا متابعين في الصفحه واصدقائي. ايه التعليقات اللي حسيتي انها اضافت لك، اللي جات لك على السوشيال ميديا؟ يعني ايه التعليق، وايه اكتر حاجه عملتيها او عمل قدمتيه وخدت تعليقات كتير قوي؟ اكتر عمل عملته كانت الغزاله دي، عشان كانت اول مره تنزل في مصر على رايس سيراميك متحركه، فخدت كومنتات خارجيا وداخليا. يعني ايه الجنسيات اللي علقت عليها؟ المكسيكيين والبرتغال طبعا كانوا مبهورين بيها جدا، عشان انت متابعاهم فابتدوا يتابعوكي. جميل. فحاجه كانت يعني كنت سعيده جدا بيها. يعني كل اللي بيطلبوا منك من بره بيبقوا مع عرب، ولا في حد طلب في المكسيك او كده؟ لسه ما حدش في المكسيك. لسه ما نفسيهمش؟ لا لسه ان شاء الله هنفسهم احنا ايجيبشن ان شاء الله باذن الله. جميل. وما فكرتيش ان انت تدخلي مجال تاني فني برضو؟ يعني لان انت كنت في مجال قبل كده. كنت في مجالين. ايه وايه؟ كنت في مجالين، كوايت بوك للاطفال اللي هي الكتب التعليميه، وبعد كده اشتغلت فيها سنه، بعدين لا ما حسيتش، دخلت بقى مجال العرايس الهاند ميد برضو. لا، جيت هنا بقى عيشي نفسك في ده. العيش كله يعني. جميل جدا. عايزه بقى كلمه اخيره للشباب اللي مش لاقي نفسه، ممكن يكون جواه موهبه فنيه ولم يكتشفها حتى الان، تقول لهم ايه؟ هقول له جرب لحد ما تلاقي المجال اللي يشدك وما تعرفش تطلع منه تاني. جميل جدا. تقول له ايه يا محمد؟ تقولي ايه لزمايلك الشباب اللي لسه ما لقوش نفسهم في موهبه فنيه وممكن يكون جواهم قدرات بس ما اكتشفوهاش؟ يجرب كل الخامات ويشوف اي خامه هتنفع معه ويكمل فيها. ممكن واحد عنده الموهبه بس ما يعرفش ان هو عنده الموهبه، اول ما يجرب يلاقي نفسه شغال في موهبه معينه فيستمر فيها. بشكركم جدا وامتعتونا بمواهبكم الفنيه، وفعلا قطعه فنيه رائعه. وفي نهايه لقائي بدوم صوتي لصوت ضيوفي وبقول جرب، بس قبل ما تجرب دور في نفسك، سيرش، ابحث جواك عن ايه موهبتك، حاول تطلع كتير ممكن تكتشف من خلال الاطلاع. لكن الحقيقة شبابنا كله حماس، كله مواهب وقدرات، لكن لازم ننميها. ابحث جواك كويس وانت تكتشف موهبتك. كنا معاكم وشباب على الهواء، إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق عمل جديد.